السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أجي أصلي يا سكينة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نستنى زي أمس حق 10 دقائق قبل ما الناس تخش وحنبدأ بعدها. إيش عاملين؟ إن شاء الله أموركم تمام. تمام. إن شاء الله أغلبكم ما كان كلكم نزلتوا المحرك عشان اليوم حيكون بالكامل تطبيق عملي. يا سلام. اسمح لي أنا أجيب أنا لا 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 بس وش رأيك بصراحة تكلميني؟ عفوا قبل ما تخش الناس لو ممكن تفتحوا اللي يبغوا يعني مشروع جديد في يونيتي هاب عشان هنشتغل في مشروع جديد 2D هذه المرة، فاللي يحب ممكن يبدأ يفتح من دحين، يخش على يونيتي هاب على نيو ويختار 2D ويسوي كرييت عشان يفتح محرك يونيتي. طيب باقي دقيقة. نيو بروجكت، نعم بيكون البروجكت دي. طيب أنا برضو دحين بفتح المشروع حقي. مرحب بكم جميعا. اليوم حنروح شوية أشياء أدفانست على يونيتي. باختصار بنسوي شيء زي هذا، أنا سويت هذا على السريع وحنتعلم كيف نسوي، اللي هو لو تفتكروا لعبة سوبر ماريو لما تمشي يمين يسار، حنسوي شيء مشابه وإمكانية نط وإنك تأخذ objects أو تأخذ قطع إنك لما تلمسها يعني تأخذها لعندك. ممكن المنظر يكون شيء بسيط جدا، لكن إن شاء الله في خلال ساعة واحدة حنقدر ننجز الشيء هذا. ف ننتظر شوية قبل ما مشروع جديد ينفتح، وزي ما قلنا المشروع الجديد حتفتحوه ك 2D لأنه لعبتنا اليوم حتكون 2D. الرسومات بكيفكم، إذا تبغوا تجيبوا شخصية من عندكم وبلاتفورمز من عندكم، البلاتفورم اللي هو المنصة اللي يوقف عليها الشخصية، لكن لو حابين ممكن أشارككم الشخصية اللي أنا بستعملها. هي صراحة تعتبر شخصية حقت مشروع تخرجي، بس يعني حستعملها بالنسبة للحين. برسل لكم هي على السريع.
والشخصية حطوا في بالكم إنه لازم يكون خلفيتها شفافة. أنا الشخصية اللي بستعملها طبعا الصورة نفسها الخلفية بتكون شفافة، بحيث إنه لما تحطوها في يونيتي يعني تكون شخصية فقط بدون أي خلفية بيضاء أو أي خلفية يعني غير شفافة. ف يا ثواني برسل لكم اللاعب اللي بستعمله. لأنه لسه اليونتي عندي بيفتح. طيب لو تشيكوا على الجروب دحين حتحصلوا على الصورة حقت الشخصية. بس طبعا زي ما قلت انتم بكيفكم، اذا حابين انه تجيبوا شخصية من عندكم يعني. طيب قبل ما يونيتي يفتح انا بشرح في البروجكت هذا كذا على السريع. لو تفتكروا امس زي ما قلنا انه هنا المكان حق القطع، هنا السين، وفي الويندو او النافذة حقت الجيم من منظور اللاعب نفسه، والانسبكتور اللي هو الصفات حقت القطعه اللي تختارها. تحت في اللي هو الاسيتس. الاسيتس عباره عن الملفات اللي بتكون المشروع حقك او جميع الملفات اللي موجوده في مشروعك. حتى لو جربت تشوف ملف اسيتس اللي تحت على اليسار هنا وضغط على زر الماوس اليمين وقلت شو ان اكسبلورر، بيوريك مكان المشروع او مكان البروجكت اللي سويته هذا في الاكسبلورر عندك، يعني في مكان الملفات. فكل الملفات اللي تضيفها سواء صور سواء صوتيات ملفات اصوات سواء ملفات فيديو ايا كان نوع الملف كلها بتنحط داخل ملف الاسيتس هذا. لهذا السبب لو تلاحظوا عندي في ملف الاسيتس انا حاطط الصوره حقتي حقت الشخصيه، حاطط البلاتفورم هذا اللي هو حيوقف عليه التفاح الى اخره. ممكن حتى ترتبوا ملفاتكم، انا بصفه عامه احب ارتب ملفاتي صراحه. طيب المهم بما انه انفتح عندنا مشروع جديد، هذا المشروع الجديد المفروض انفتح عندكم. لو تفتكروا امس نحن كنا شغالين في مشروع 3D، الكاميرا كانت ثلاثيه ابعاد، بس لاننا دحين اخترنا مشروع 2D الكاميرا بتكون يعني ثنائيه ابعاد، او لو ملاحظين شكلها مربع لقدام لانه اللعبه بتكون بمنظور ثنائي ابعاد. وللمعلوميه تقدروا تسوي سويتش او تغيروا ما بين المود حق 3D وال2D عن طريق انكم تضغطوا زر اثنين في الكيبورد. دحين انا في منظور 2D، لو اضغط زر الاثنين كمان حيصير منظور 3D. ولو ملاحظين الكاميرا حقتنا، انا دحين مختار الاوبجكت حق الكاميرا، لو ملاحظين فوق على اليسار الزي بيكون سالب 10 لانه الكاميرا المفروض انها تكون وراء. يعني دحين لو جربنا مثلا نحط بلاتفورم او عفوا نحط الشخصيه حقتنا، انا زي ما قلت لكم اعطيتكم الشخصيه في الواتساب بانسخها لعندي. تقدر تسوي دراج اند دروب او انكم تسحبوا الشخصيه، لانه انا عندي مثلا هنا حط الشخصيه في ملف، اقدر اعلق على الشخصيه واسوي لها دراج اند دروب لين يونيتي المشروع حقي وبرميها في هنا في الاسيتس ملف الاسيتس. فصار عندي شخصيه هنا. وبرضه لو تبغى تحطها في اللعبه حقتك او في السين تبعك تقدر تسوي لها دراج اند دروب. طيب انا حاليا في موديل 3D فبضغط زر 2 او 2 عشان يتحول ل 2D. هذه الشخصيه حقتي. وتقدر طبعا تغيره في حجم الشخصيه. في هنا خيارات مره كثيره، بس لو تبغى يعني ممكن تتحكموا بالبيكسلز او حجم الشخصيه يعني او عدد البكسلات المربعات اللي تكون الشخصيه. انا مخليها 100 بس ممكن تصغروها مثلا لو خليتها 50. طبعا هذا عن طريق اني اضغط الملف نفسه، اني قاعد اغير في اعدادات الملف لما يخش يونيتي. فلو خليته 50 هنا في البكسلز بير يونت وسويت ابلاي حيصغر شويه المفروض، عفوا يكبر. نسيت انه بيكسلز ماشي بالعكس. او في طريقه ثانيه اللي هو انك تضغط على الاوبجكت نفسه وتضغط التي وتصغر وتكبر. طبعا لانه الكاميرا حقتنا المربع هذا يعتبر الكاميرا حقتنا موجوده هنا، فانا ابغى الشخصيه
تطلع فوق. الشخصية قاعدة تختفي ليش؟ أوكي لو لاحظين الشخصية كانت تختفي دحين صح؟ لما نقرب أتوقع عشان الزي اللي هو البعد الثالث مرمي في مكان جدا بعيد. يعني الحين غيرت لي نظام 3D وشفت مكان الكاميرا، أضغط على الكاميرا F مكانها هنا صح؟ الشخصية حقتي مرمية مرة بعيد، لأنه حطوا في بالكم هذا الشيء، أنا برضو كنت أغلط فيها كثير. بالرغم أننا في مشروع 2D واخترنا من البداية أنه 2D، للساعة المحرك حق يونيتي بيشغل السيستم وبيشغل الأنظمة حقت 3D. لهذا السبب دائما لما تشتغل على لعبة 2D كل الأوبجكت حقتك، كل القطع حقتك في الـ Z Axis البعد الثالث لازم تكون على صفر. ولو تتذكروا هذا السبب أنه الكاميرا معمولة سالب 10، لأنها بتكون مرمية ورا شوية عشان تبين لك الشخصية حقتك. فطيب برجع لوضعية الـ 2D عن طريق أني أضغط زر الاثنين، الشخصية حقتي بختارها، بضغط حرف الـ T عشان أصغرها شوية. هذا في الجيم. لو حابين أنكم تشوفوا المنظور حق الجيم دائما، لأنه دحين نحن شغالين في السين صح، وفي الويندو حق الجيم، ممكن تسحبوا الويندو حق الجيم أو المنظور حق اللاعب أو الشيء اللي بيشوفه اللاعب اللي بيلعب، تسحبوا الويندو هذا على جنب هنا، لأنه يونيتي فليكسبل، اللي متعودين على برامج ثانية بيعرفوا الشيء هذا، أن الويندوز ممكن تعدلوها على حسب الترتيب اللي تبغوه، على حسب الواجهة اللي أنتوا ترتاحوا ليها يعني. فأنا بخلي الجيم هنا بحيث أنه أقدر أشوف التغييرات اللي أسويها في الجيم ويندو من منظور اللاعب. طيب دحين بالنسبة للاعب حقي هذا، أنا أبغى أعطيه ميزة أنه يجري، أنه ينط، كل الأشياء اللي أنا أبغاه يسويها. هذا عن طريق البرمجة. لو تفتكروا أنا قلت أنه في الانسبكتور هنا لما أضغط على حق الشخصية في الصفات لازم نضيف ملف برمجة عشان نبرمج اللاعب هذا أنه يجري، أنه ينط، أنه يسوي الشيء اللي نحن نبغاه يسويه. ملف البرمجة يعتبر ملف، كل الملفات حقتنا جوات الأسس. لهذا السبب بروح لهنا بأضيف ملف برمجة أو ملف سي شارب، بضغط رايت كليك هنا كرييت سي شارب سكريبت، هذا بيكون ملف البرمجة حقتنا، ممكن نسميه player movement. ويفضل ما تسووا فراغات في الاسم حق الملف، انتر، صار الملف عندنا اسمه player movement. وهذا ملف بنضيفه للشخصية حقتنا صح، فبروح للشخصية هذه وباخذ الملف واسوي له drag and drop الى شخصيتي، فبيصير هذه واحدة من صفاته. ممكن تحطها فوق السبرايت، او انا غالبا احب احط السبرنت السكريبت تحت اخر شيء تحت يعني. فدحين هذا ملف برمجه لكنه لسه فاضي، ممكن تخشوا على ملف البرمجه عن طريق انكم تسوي دبل كليك على البلاير موفمنت وبيفتح لك برنامج الفيجوال ستوديو. لو اتبعتوا التعليمات حقت تنزيل يونيتي المفروض انكم اضفتوا برنامج فيجوال ستوديو معاه، انه ينزل معاه يعني لما نزلتوا يونيتي، لما نزلتوا اليونيتي فيرجن من يونيتي هاب. فدحين بيفتح لكم الفيجوال ستوديو عشان تبرمجوا عليه، واي برمجه تحطوها في ملف، في الملف هذا يعني راح ينطبق على الشخصيه حقتنا، لانه نحن قلنا انه هذا الملف بيبرمج الشخصيه، او هذا يعتبر واحده من صفاته في الانسبكتور، واحده من الكومبوننتس بالانجليزي. طيب بس قبل ما نبدا البرمجه لازم تعرفوا ايش هو الستارت وايش هو الابديت، لانه هو حتى حاط لك هو باي ديفولت في البرمجه، لانه هذه اكثر اشياء يعني كومن بتستخدم. يونيتي يشتغل بالفريمز بير سكند، بمعنى انه كل ثانيه تعدي يحصل فيها اكثر من فريم. ايش قصدي؟ الفانكشن حق الابديت هذا كل البرمجه اللي بنحطها داخله بتحصل في خلال كل فريم. اعطيكم مثال، جربوا تكتبوا في الستارت والمعلومين الستارت اللي هو اول ما يبدا اللعبه تشتغل، اول ما تخشوا على البلاي مود الستارت بيشتغل مره واحده فقط وبعد كده خلاص يعني بيكون سوى اللي عليه. جربوا تكتبوا debug.log للتجربه، افتح القوس، سووا الفاصله ابو حبتين ما اعرف ايش اسمها،
ومثلا يكتبوا hello او اي شيء تبغوا تكتبوه يعني جوة هذا. وفي النهاية اضغطوا على semicolon او فاصلة منقوطة. دحين الشيء هذا المفروض انه يظهر في الكونسول تبعنا. سأتأكد انكم تسوي save control s عشان تحفظوا الملف. نرجع ليونيتي. بتلاحظوا ان يونيتي قاعد يضيف التغييرات اللي سويناها للسكريبت او سويناها لملف البرمجة تبعنا. دحين لو جينا نشغل اللعبة اعطوه دقيقة راح تلاحظوا في الكونسول تحت على اليسار هنا انكتب لكم hello الكلمة اللي احنا ذكرناها لانه debug log باختصار شديد يكتب لك كلمة في محل الكونسول لكنه نكتب مرة واحدة فقط. ليش؟ لانه نحن حطيناه جوات الفانكشن حق الستارت والستارت فقط يحصل مرة واحدة في بداية البلاي. طيب لو افترضنا انه حطيناه بسوي له cut علمت عليه بسوي له cut بكنترول X بروح للابديت اسوي كنترول V عشان اسوي له بيست او الصقه. الابديت المفروض انه بيخليه يتكرر كل فريم. حلو فبسوي سيف للسكريبت كنترول S نرجع ليونيتي. لو تبغوا حتى ممكن تمسحوا النوتات اللي هنا. لحظة انا مفروض اني اطلع من البلاي مود. طيب انا دحين خارج البلاي مود طلعت منه بسوي كلير. كلير اللي يعني اشيل النوتات اللي انحطت في الكونسول وبسوي بلاي مرة ثانية. دحين الهلو قاعدة تتكرر كل فريم. لهذا السبب داخل الفانكشن حق الابديت حقنا هنا يحصل فيه كل البرمجه اللي نحتاجها تشتغل دائما بشكل مستمر زي الحركه حقته زي النط. عشان كذا كل البرمجه هذه حنحطها جوات الابديت. طيب خلينا نبدا نبرمج الحركه حقه اللاعب اللي هو يعني الجري والاشياء هذه. الحين حنروح نرجع للملف حقنا مسحت الديباج لوج. حنسوي متغير او فاريبل راح اكتب float نقول running speed مثلا. دحين ايش هو الفلوت؟ الفلوت عباره عن رقم يعني ده. اوكي هذا فاريبل هذا عباره عن متغير جواته حينحط رقم. كيف حددنا انه رقم؟ لانه عرفنا المتغير هذا كفلوت. ممكن نقول مثلا انه نعرفه كانت مثلا يعني نغير الفلوت لانت. انتجر بالعربي معناه رقم صحيح يعتبر انه ما نقدر نخش ندخل جواته غير رقم صحيح يعني واحد او يساوي اثنين او خمسه او خمسين اين يكن لانه رقم صحيح عرفناه كانتجر. لكن لو المتغير هذا عرفناه كفلوت معناها انه نقدر نحط جواته رقم بفاصله يعني 1.5 او 1.5 نحط اف عشان رقم فلوت نهايته او اي يكون يعني 50.5 فحطوا فاركم هذا الشيء. نفس الحكايه لو مثلا قررنا انه نعرف المتغير حقنا كسترينج. سترينج معناها انه بيكون ككلمه مثلا سترينج نيم يساوي نقول مثلا اسمي شيخان يعتبر انه النيم هذا عباره عن اسم string. فلو مثلا افترضنا انه هنا حطيت رقم واحد ما حيقبل لانه نحن عرفنا النيم هذا ك string. حيقول لك هنا ايش the name f wait string name يساوي واحد. ايش المشكله كنت convert type into string يقول لك انه ما حتقدر تحول الرقم هذا لكلمه لانه انت عرفت النيم كسترينج. فالمهم حطوا في بالكم هذا الشيء. دحين احنا قلنا انه الرننج سبيد حقنا حيكون الرقم حق سرعه اللاعب وهو يجري. فنفترض انه نقول انه 5F حتكون سرعته. دحين نبغى نضيف اللي هو برمجة الأزارير أنه لما نضغط زر اليمين أو سهم اليمين في الكيبورد أو نضغط سهم اليسار بيمشي يمين ويسار.
فممكن نسوي الشيء هذا. انا اوريدي سويت البرمجه هنا, ممكن تكتبوها في عندكم اللي هو لحظه horizontal movement. الهورزونتال موفمنت المفروض يكون فلوت, يعني احنا خليناها كفلوت صح. يا بنسوي public horizontal movement, horizontal بمعنى الحركة اللي يمين ويسار أو عمودية, وبنخليها كفلوت يعني حتكون رقم, وبس فرنام بس حنعرفها كرقم يعني هذا المتغير حيكون رقم, وحنستبدله مكان هذا. فدحين نحن الهوريزونتال حقنا, انا مضيف اي هنا, حطوا في بالكم انه مثلا دحين انا كانت عندي مشكله انه المتغير لازم يكون اسمه ثابت, يعني حتى لو مثلا حطيت نفس الفاريبل بعدين, عشان لو قررت اني استعمل الفاريبل هذا في الابديت مثلا, لو قلت انه لو قلت انه هوريزونتال مثلا سويت يساوي واحد, الحين اوكي الاسم هذا لازم يكون ثابت زي ما هو, يعني لو سويت اي تغيير ولو بسيط, حتى لو غيرت مثلا كابيتال لتر او حطيت اتش بحرف كبير, هذا ما حيكون نفس الفاريبل هذا. بالانجليزي يسموها كيس سنسيتيف, بمعنى انه لازم الفاريبل يكون نفسه بالضبط. فدحين هذا الفاريبل مو نفس هذا لانه الحرف الاول مو كابيتال, فتاكدوا انه الاسم يكون ثابت زي ما هو. وانا زي ما قلت سميته هوريزونتال موفمنت لانه بيمثل الحركه اللي يمشي فيها لليمين واليسار. طيب الهوريزونتال موفمنت هذا بنخليه ك البرمجه حقت حركه اللاعب اللي هي الانبوت, انبوت جيت اكسس هوريزونتال, هذا حيبرمج لك الحركه حقت اليمين واليسار, لانه هوريزونتال يعني مبرمج في يونيتي نفسه ك السهم يمين والسهم يسار. طيب دحين حنسوي الحركه حقته الان. ليه دحين؟ دحين طيب شوفوا الاف, لانه خليني اكبر شويه. اوكي نحن لما نتحرك الجسم حقه لليمين, الاكس اكسس او محور الصادات راح يزيد لليمين زي ما انتم ملاحظين, ولو حركته لليسار حينقص. هذا اللي نحن نبغى نسويه بالضبط, لانه نحن نبغى نبرمجه انه لما اللاعب يضغط لليمين نبغى محور الصادات يزيد لليمين او الرقم هذا يزيد. ولهذا السبب راح نقول انه اف اذا الهوريزونتال موفمنت حقنا اكبر من صفر, بمعنى انه نحن الحركه حقتنا او اللاعب قاعد يمشي لليمين, راح نقول انه اللاعب بيمشي لليمين, وحنحط البرمجه حقته هنا. فحنكتب ار بي, او صح يحتاج اني اضيف ريجيد بودي للجسم او شيء. انا زي ما شرحت امس انه لازم نضيف له الصفات اللي تخليه جسم بكتله وبكولايدر, فراح نضيف للاعب حقنا الشيء هذا زي ما سوينا امس ريجيد بودي. امس كنا شغالين على 3D, بس دحين لاننا شغالين على 2D راح نضيف له ريجيد بودي 2D. اتاكدوا انكم مختارين اللاعب طبعا. ضفنا له الكتله وراح نضيف له ميزه الاصطدام كولايدر, كولايدر 2D برضو لانه شخصيتنا 2D. فالريجيد بادي هذا او الكتله حقته هي اللي نبغى نتحكم فيها عشان نخليه يمشي لليمين. نحن راح نحرك الكتله نفسها, بس عشان نقول للبرنامج انه الريجيد بادي هو اللي نبغى نحركه لازم ندخل هذا جوات الملف حق البرمجه. الشيء هذا نقدر نسويه عن طريق اننا
جوات ملف البرمجة حقنا حنعرف الريجيد بودي نفسه. فممكن تضغط تروح ترجع لملف البرمجة تضغط public public rigid body 2D. نحن قاعدين نعرف كتلة 2D اوكي rigid body 2D. انا راح اسميها RB لانه زي ما هنا نحن عرفنا المتغير هذا كفلوت كرقم، راح نعرف المتغير RB ككتلة او كrigid body. و لانه public لانه خليناه public راح يظهر في ملف البرمجه عندنا. لو نرجع ليونيتي مره ثانيه هنا ونشوف ال player movement او السكريبت حق البرمجه راح نضاف عندنا RB. فنقدر نسحب ال RB حقنا او rigid body لجوه البرمجه حقتنا بحيث انه نعرف المتغير هذا انه راح يغير ال rigid body حق اللاعب حقنا لانه كله هذا جوات اللاعب. نرجع للملف هنا. طيب دحين ال RB هذا ايش ابغى اسوي فيه؟ ابغاه يتحرك اليمين، الكتله حق اللاعب نفسه ابغى احركها لليمين. فحاكتب RB.velocity يساوي new vector 2. طبعا في vector 2 vector 3 بس انا خليتها 2 لانه نحن فقط نبغى نتحكم بالمحور حق الصادات والسينات. لو خليته فيكتور 3 بيتحكم بالثلاثه هذول كلهم، بس احنا ما عندنا بعد ثالث ولهذا السبب فقط نبغى الاكس والواي. فنرجع للبرنامج مره ثانيه، حنقول فيكتور 2 نفتح قوس ار بي، لا لحظه، الرقم الاول هو لانه نحن حيكون عندنا رقمين صح جوات القوس اللي هو الاكس والواي. فالرقم الاول راح يمثل السينات اللي هو الحركة العمودية، عفوا الحركة الأفقية. فالحركة الأفقية حقتنا حتكون على حسب سرعة اللاعب لأنه نحن نبغاه يمشي مثلا بسرعة 5 نفترض يعني. الـ variable الثاني هنا اللي هو العمودي ما نبغاه هو يتغير أبدا، ولهذا السبب حنحط rb.velocity.y. الفكرة من هذا أنه نحن نبغاه يظل الرقم حقه ثابت بدون ما يتغير. لو مثلا أنه افترضنا أنه خليناه الصفر، نفترض يعني خلينا صفر سوينا سيمي كولون، دائما في نهاية الكودات تحط سيمي كولون. فلو افترضنا أنه خلينا هذا صفر ورجعنا للبرمجة مرة ثانية، اللاعب لما نسوي بلاي راح يكون الواي حقه ثابت على صفر. لحظة أنا ما سويت سيف، خلينا نسوي سيف، نسيت تحفظ الملف، ارجع لليونيتي مره ثانيه. خلينا نجرب نسوي بلاي. طيب هو طاح عشان ال rigid body. اعتقد لانه انا مدخله هنا الرج بودي الفيزيكس حقه حيتحكم باللاعب دائما الظاهر. بس عموما انا احتاج اني اخلي تحته ارضيه عشان يطيح عليها، ف خلينا نحط تحته ارضيه عشان نسوي تيستينج لل او نختبر ميزه الجري حقته. انا عندي ارضيه جاهزه هنا لكن لو حابين ممكن اعطيكم الارضيه في الواتساب دقيقة. انت لو عندكم ارضية جاهزة ممكن تستعملوها، لو مثلا تبحثوا في الانترنت على بلاتفورم تقدروا تستعملوها، بس من جهتي حرسل لكم الارضية اللي عندي للواتساب. وانا برضو راح استعملها هي نفسها. وزي ما قلنا تقدر تسوي دراج اند دروب طبعا. انا ابغاها تروح للملف.
طيب دحين عندنا ملف البلاتفورم او المنصه اللي حوقف عليها، حسحبها للسين حقي، بضغط تي عشان اصغرها شويه، وهذا اللي حوقف على اللاعب. بس حاليا لو خليت اللاعب يطيح عليه بيخترقه، لانه الارضيه ما فيها كولايدر زي ما شرحنا امس. فالارضيه هذه دحين مختاره، حضيف لها كولايدر. ولو ملاحظين الكولايدر حقها او الخط الاخضر هذا يعني معدل حدود حقه البلاتفورم حقي، لانه الصوره السورس فايل نفسه، الصوره نفسها حقه البلاتفورم فيها زوايد من فوق وتحت، فممكن تتحكم بحجم الكولايدر عن طريق الايديت كولايدر هنا، تضغط على هذا وتصغر الحدود حقته. لانه لو تركناه زي ما هو دحين اللاعب راح يطيح على الحدود هذه حقه الاخضر. فبالنسبه للاعب يعني بيكون شكله غلط، فلهذا السبب ممكن نغير الكولايدر حقه. وهذا الكلام ينطبق على اللاعب نفسه برضه يعني. طيب اللاعب برضه في حدود طالعه هنا، فحضغط على اللاعب حغير الكولايدر حقه برضه، نصغره. طيب فدحين لما يطيح بيطيح على البلاتفورم نفسه. طيب خلينا نرجع لموضوع الميستر رانينج او الجري. هرجع الصادات على rb.velocity.y، وهذا حيمثل الحركه حقه لما يروح لليمين، لانه نحن قلنا لو الهوريزونتال موفمنت حقنا اكبر من صفر، بمعنى انه حيمشي لليمين او الرقم حق الاكس حيزيد، فمعناه حيتحرك لليمين. فدحين اذا جربت اضغط على بلاي، انا حرجع اطلع من البلاي مود واخش مره ثانيه، وحجرب امشي لليمين بالسهم. او انا في السين، ابى نخش ويندو حق الجيم هنا، حيتحرك اليمين. بس هو تحرك مره بسرعه، اللي يبغى لي اضبط السرعه حقته. ولو لاحظته برضه لف مع الجري، فلو تبغوه يتوقف عن اللف ممكن في الريجيد بودي حق اللاعب. لو اخترنا اللاعب نفسه هذا ورحنا للريجيد بودي حقه، في هنا قسم اسمه كونسترينتس. كونسترينتس بمعنى انه نعطيه حدود. بنفتح الكونسترينتس من السهم، وحتلاحظوا هنا في شيء اسمه فريز روتيشن، يعني حنمنع من انه يلف حوالين نفسه. فحتسوي التشيك بوكس هذا، وهذا الشيء حيمنع من اللف. وبالنسبه للسرعه حقته، لو لاحظتوا ان انا ضغطت على السهم يمين مشي مره بسرعه، لانه القيمه حقت الجري هنا خليتها 5. ممكن اتحكم بالقيمه هذه من خلال السكريبت نفسه او من خلال البرمجه، لكن انا ابغاها يعني تكون فليكسبل او تكون اكسسبل بالنسبه لي انا كمبرمج. لانه لو دحين ابغى اغير القيمه حقت الجري حقته، حضطر كل شويه ارجع للملف حق البرمجه، صح؟ يعني لو دحين ابغى اغير السرعه حقته، حضطر ارجع لهنا واغير القيمه اللي هنا. لكن لو ابغى اغيرها من اليونتي نفسه عشان اسهل على نفس الموضوع، ممكن نحدد انه هذه تكون public. اعتقد هي باي ديفولت حتكون public، بس a good practice انك تحددها كpublic. public بمعنى انها عامه او متوفره حتى للسكريبتات الثانيه. هذا موضوع بعدين حنرجع له، بس public بمعنى انه حيكون متوفر عندنا في يونيتي نفسه. فدحين لو رجعت اضغط على اللاعب حقي ونرجع نشوف السكريبت اللي سويناه او الملف البرمجه، الرننج سبيد عندنا حيكون هنا موجود، ونقدر نغير في الفاليوز حقته او القيمه حقته. فالقيمه اللي نغيرها هنا سواء 5 او 25 او لحظه، انا رحت الملف الغلط. زي ما كنا نقول، لو رحنا للاعب ورحنا لملف البرمجه حقه، القيمه هنا 5،
أقدر أغيرها ل 25 أو 50 أو أي يكن السرعة اللي أبغاها. والقيمة اللي نحطها هنا بتروح للمتغير حق running speed اللي هو نفسه هذا running speed اللي عرفناه اللي هو نفسه اللي راح نستخدمه هنا كسرعة حقتنا. فحنحط هنا running speed حقي وتأكدوا إنه نفس الاسم اللي فوق. ممكن حد يسوي copy paste. ودحين نحن برمجنا فقط الجري للجهة اليمين، يعني لأنه هنا قلنا إذا كان الهوريزونتال موفمنت لأكبر من صفر أو رايحين لليمين حنمشي لليمين. طيب لو نبغى نروح لليسار كيف حنسوي الشيء هذا؟ باختصار حنعكس الهرجة أو حنعكس البوزيشن. بدل ما نحن نزيد الرقم حق محور الصادات، عفوا محور السينات، راح ننقصه. فاللي حنسويه في الابديت هنا انه راح اضيف انه اذا ما كنا نزيد فوق الصفر حنسوي else if، يعني غير الحاله هذه حنسوي horizontal movement. لو سمحتوا اللي فك المايك يا ريت يقفلوا، جزاكم الله خير. فحنكمل الحركه حقت الجري اليسار، حنحط horizontal movement هنا، سويت لها copy paste. بس بدل ما نحط انه اكبر من صفر حنقول انه اصغر من صفر. فلو كان الرقم قاعد ينقص ونفتح قوس، القوس هذا او الكيرلي براكت حتحصله تحت الباك سبيس الزرين حقينه بالشيفت. المهم حانسخ هذا زي ما هو، بس بدل ما الـ running speed حيكون 25 ممكن نخليه ناقص 25، نخليه بالسالب لأنه نحن نبغى ننقص الرقم هذا. لو تفتكروا أنا قلت لكم الـ function حق الـ update وأي شيء داخل الـ update راح يتكرر كل فريم، كل ثانية يعني يتكرر، زي ما شفتوا أول لما سويت الـ debug log. ولو تفتكروا في الـ console شفنا أنه لما دخلنا كلمة hello داخل update اتكررت أكثر من مرة. فباختصار هذا اللي هنا حاصل، نحن قاعدين نبرمج اللاعب أنه نبرمج الشخصية حقت اللاعب، يعني أنه إذا نحن ضغطنا زر اليمين في كل كسر ثانية أو في كل فريم راح نزيد الـ velocity أو راح نزيد الكتلة حقتنا بقيمة 25 أو على حسب القيمة حقت سرعة الجري اللي حددناها. نفس الشيء هنا لأنه نحن ماشيين الجهة العكس لجهة اليسار، الرقم قاعد ينقص، رقم السينات قاعد ينقص، عشان كذا خلينا قيمة الجري بالناقص بالسالب. فخلينا نرجع مرة ثانية أتأكد أنه قاعد تسوي سيف. والمعلومية لو ما أنت متأكد أنك حفظت الملف حقك ممكن شيك على شعار النجمة هنا، شعار النجمة معناه أنه في تغيير سويته وما حفظت الملف حقك. حسوي سيف، اختفت النجمة، حفظت الملف حقي. دحين حنجرب نمشي الشخصية حقتي اليمين واليسار. خليه يحمل، هو ياخذ فترة للتحميل بعد كل تغيير اسويه لملف البرمجة. وسرعة حنقصها برضو الـ running speed حقي، ممكن نخليها مثلا 2 او 1 مبدئيا. نسوي play. في الجيم لازم يكون في ويندو الجيم، وحنقدر نتحرك يمين ويسار المفروض. لحظة، هو ظل اعتقد انه في مشكلة. لحظة، هو ظل ماشي لليمين طول الوقت، انا ما اعرف ليش شلت الناقص من هنا، انا حسيت انه في شيء غلط. هو كان ماشي لليمين لانه هذا ما كان مبرمج انه يروح بالعكس، فحرجع الناقص حقتي، حاسوي سيف. لأن الناقص بمعنى أنه الرقم حق محور السينات حينقص. طيب الحين بدي ممكن نحركه يمين ويسار. وللمعلومية عشان بس لا تلخبطوا أو لو عندكم يعني فضول، الهوريزونتال هذا هو مبرمج من يونيتي كسهم يمين سهم يسار، لأنه لو رحتوا على project settings في اليونيتي
تخشوا من edit to project settings. هنا ال settings حقت المشروع حقتنا، لو رحتوا ل input manager وخشيتوا على الاكسس، هنا بتلاحظوا انه في برمجات جاهزه للانبوت او للمدخلات حقت اللاعب في الكيبورد. فلهذا السبب يعني الهوريزونتال مبرمجه تلقائيه لما نسوي انبوت اكسس كهوريزونتال مبرمجه تلقائيا انه يمشي يمين ويسار بالنسبه للهوريزونتال، نفس الشيء الفيرتيكال يعني. لكن في طريقه ثانيه عشان تبرمجوا ال شو اسمه، لما تضغط على زر معين غير الطريقه هذه، اللي هي لو مثلا نفترض انه انت تبغى تبرمج ال WASD الحروف هذه او الازرار هذه في الكيبورد، ممكن تسويها عن طريق انك and للمعلومية ان احنا اضفنا condition لانه احنا هنا حطينا الشرط، ف الشعار هذا معناها انه في شرط ثاني نبغى نحققه عشان نخش جوات ال if statement هذه. فنحن ده مثلا لما نبغى نمشي يمين نبغى نحط او نبرمجه كزر الدي، فممكن نسوي input. انا تقريبا الناس ال syntax او الجمله المفروض نحطها انسق من هنا. تمام، ممكن اجيب ليش ما بيصير. والمعلومية لو في اي كود تحتاجوه يعني ممكن ترجعوا للدوكيومنتيشن حق يونيتي. المهم دحين انا ضغط انبوت او حطيت input dot get key down، هذا الشرط الثاني عشان امشي لليمين. ف input get key down الكي كود حقنا او الزر اللي راح نضغطه عشان نمشي لليمين ممكن ابرمجه ككابيتال دي. وبالنسبه للهوريزونتال اكسس او البرمجه اللي سويناها سابقا عشان نتحرك اليمين واليسار، خليتها ككومنت او يعني ما راح يصير لها اكسكيوشن او ما راح تشتغل، فخليتها ككومنت عن طريق اني اضفت تو سلاشز او شرطتين قبلها، فبكذا هذا ما راح يشتغل، او يعني هذا يساوي كاني مسحته، كانه مو موجود في البرمجه، كانه ما بيدخل في برمجه اللاعب. فدحين انا يعتبر اني برمجت اللاعب على اساس انه لو ضغطنا على زر اليمين، اعتذر انا غلطت غلطه هنا، المفروض انه نمسح الهوريزونتال موفمنت لانه نحن ما بنمشي بهذا النظام، فبامسحه مؤقتا بس عشان اشرح الفكره. فاذا انتم حابين انكم تبرمجوا زر معين عشان تمشوا لليمين، ممكن تستخدموا الكود هذا input.getKeyDown بين قوسين keyCode. الزر اللي تحبوا تبرمجوه عشان يمشي لليمين، وهذا بيؤدي نفس الغرض لانه انت قاعد تقول للبرنامج انه اذا الزر هذا انضغط بتخش الى داخل ال if statement وبينفذ العمليه هذه انه يمشي لليمين بالسرعه هذه. نفس الحكايه هنا، ممكن ننسخ الكود هذا نفسه ونمسح البرمجه هذه ونضيف الشرط حق انه يمشي يسار. الشرط يكون لو اللاعب ضغط حرف الـ A في الكيبورد. فخلينا نحفظ الملف هذا ونرجع للبرمجه. خليه يحمل، باقي 5 دقائق على الدورة حقت اليوم، فآخر 10 دقائق بخصصها للأسئلة. دحين لو جربنا نخش مرة ثانية للعبة نسوي play، حاليا لو ضغط على زر الـ D أو زر الـ A راح يتحكم بالحركه، بس يمكن ما ادري اذا انتم لحقتوا تجربوا ولا لا، لكن حاليا انا ماني قادر اتحرك بشكل مستمر، يعني كل ما اعلق على زر الدي او على زر الاي يثبت مكانه ما يتحرك بشكل مستمر. والسبب في انه
أنا هنا برمجت الزر على أنه يشتغل فقط إذا ضغط على زر مرة واحدة، لكن مش بشكل مستمر. حاليا ما بدخل في التفاصيل مرة كتير، بس باختصار شيء لو تبغى تصلح المشكلة هذه ممكن تشيله زر الداون، بحيث أنه يبرمج الزر على أنه كل ما ظليت ضاغط على الزر أو بالإنجليزي holding، كل ما كرر العملية حقة الضغط، فدحين المفروض أنه يشتغل طبيعي. ونفس الشيء على موضوع القفز. القفز إما أنكم تبرمجوا زر معين عشان تقفزوا، أو تستعملوا البرمجة السابقة حقت يونيتي، بس بدل ما تستعملوا الهوريزونتال بتخلوها فيرتيكال. وبصفة عامة صعب جدا أنك تحفظ كل السينتاكس أو كل البرمجات هذه في مخك. أغلب الوقت أنت بتعتمد على الإنترنت عشان تسحب الكودز أو تسحب الشيء اللي أنت تحتاجه، لأنه حتى الناس اللي عندهم خبرة 5 سنوات 10 سنوات في يونيتي برضو بيعتمدوا على النت إلى حد ما عشان يعرفوا إيش الكودز اللي لازم يستعملوها. ومسألة الحفظ يعني ممكن تجي مع الوقت، ومو شرط أنها تحصل، مو شرط أنك تكون يعني تحفظ كل كود تحتاجه. زي ما أنتوا لاحظتوا أنا قاعد أسوي copy paste من ملف قد سويته already قبل ما أخش، فيعني حطوا في بالكم هذا الشيء. خليني أبدأ الأسئلة من بدري بما أنه اليوم كان عملي، عشان اللي حابب يجرب شيء يعني ممكن يتفضل. فراح أفتح مجال الأسئلة الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، حياكم الله. رجاء منكم أن تبدأوا الأسئلة واحد يعني بعد واحد، أو تكتب السؤال والأستاذ إن شاء الله يجيب عليه، تكتبه في الشات أو الدردشة، وشكرا. نشوف الشات. اتفضل اللي معه سؤال. انا معي سؤال يا استاذ. تفضل. هل ممكن في مواقع جاهزه تعطيك يعني مثل هذه الاكواد وانت تستخدمها جاهزه تختصر عليك الوقت؟ في مواقع توفر لك كودات جاهزه، لكن لما تحطها لو انت ما انت فاهم الكود او ما اشتغلت على كود من قبل، بيكون صعب عليك انك تعدل عليها، لانه ما عندك فكره مبدئيه عن كيف البرمجه تشتغل. فصحيح ممكن تاخذ الكودات هذه من الانترنت وتستخدمها، وفي كثيرين يسوي الشيء هذا، لكن لو تبغى تضيف بصمتك على الكود او تضيف البرمجه اللي انت تحديدا تحتاجها للعبتك، وقتها ممكن يكون صعب عليك. فبصفه عامه يعني حتى قبل ما تبدا في مجال برمجة الألعاب أو تطوير الألعاب، يفضل أو لازم تكون عندك خلفية عن المصطلح البرمجة بشكل عام أو كيف تبرمج يعني. لأنه مجال الألعاب زي ما ذكرت أمس أنه يجمع أكثر من مجال، ليس فقط برمجة، يجمع فيه صوتيات، يجمع فيه الرسم أو 3D modeling إلى آخره. طيب أنا ببدأ أقرأ الأسئلة. أنا عندي سؤال. اتفضل. صح أنت قلت لي آخر مرة إنه 3D models ممكن ألقاه من يونيتي أساساً. لما فعلت الريسيرش كان أكثرهم فلوس، هل ممكن أصممهم من نفسي؟ على الشخصية من نفسي؟ أنك تصمم الـ 3D model بنفسك؟ نعم. طبعاً تقدر. يعني تستخدم أي برنامج مخصص للـ 3D models، زي بلندر زي مايا، وتحط تستخدم ال 3D model هذا في يونيتي. اوكي شكرا. عندي سؤال. عفوا تفضل. هل بيكون معانا برضه حصه بكره؟ لا، ولكن في تكمله للدوره هذه
خلال الأسابيع الجاية، بس بتكون دورة مدفوعة، لكن راح نزيد المدة لمدة ساعتين بدل ساعة واحدة، والموعد بيكون نفس الموعد حقنا سبت وأحد. أوكي. فسبت وأحد ساعتين في اليوم، لكن بتكون مدفوعة وبنعطي التفاصيل بعدين. لكن في أفضلية للناس اللي موجودين في الجروب حاليا من ناحية تخفيض يعني. أوكي شكرا. عفوا. يا أستاذ هل نستطيع مثلا يعني بعد يعني مستقبلا أنه في دورة عبر محرك يونريل أنجن يكون أسهل؟ أنريل أنجن من ناحية أسهل ما نقدر نقول أنه أنريل أنجن أسهل أو يونيتي أسهل، بس جوابا على سؤالك أنا شخصيا ما عندي خبرة في يونيتي، عفوا ما عندي خبرة في أنريل أنجن، لكن ما أدري ممكن مستقبلا أتعلمها لأنه ممكن توفر لي ميزات ما تكون موجودة في يونيتي، بس أنا شخصيا حاليا خبرتي في يونيتي فقط. الهايد إنسبكتور اللي سأل السؤال هذا، نحن عندنا هنا المتغيرات ممكن تكون public، لو خليناها private بمعنى أنها بتكون مخفية من الإنسبكتور أو ما بتكون موجودة، لأنه زي ما قلنا نحن خليناها public عشان نقدر نغير القيمة حقت الجري أو حقت الـ running speed عن طريق الانسبكتور صح، لكن دحين اختفت لانه خليناها برايفت. الفكره حقت الهايد ان انسبكتور هي انه ممكن نخلي المتغير حقنا public لكن بنخفيه من الانسبكتور، بمعنى انه خلينا نجرب حتى هايد ان انسبكتور لازم تكون الكلمه بالضبط لانه كيس سنسيتيف. لو قلنا هاي انسبكتور بالرغم من انه المتغير public ولكن نحن بنخفيها من الانسبكتور هذا، والشيء هذا بينفع المبرمجين او المطورين لما يكون عندك مشروع جدا ضخم وعندك ملفات او متغيرات او variables جدا كثيره في السكريبت تبعك او في ملف البرمجه تبعك، فهذا الشيء بيساعدك على انك تخفي المتغيرات اللي ما تحتاج انك تشوفها، وهذا الشيء طبعا بعدين لما يكون عندك مشروع كبير. استاذ هل ممكن تذكر لنا بعض المواقع اللي تعطيك سكريبتات جاهزه؟ طيب بصراحه انا شخصيا ما استعمل مواقع اخذ منها سكريبتات جاهزه، اسلوبي الشخصي في التعلم هو اني ادخل على يوتيوب او على فورمز او منتديات في جوجل، او اغلب المنتديات او اغلب المصادر اللي انا شيك عليها تكون بالانجليزي، وعلى حسب الشيء اللي انا ابغى اسويه في اللعبه حقتي او في يونيتي ابحث عنه تحديدا. اعطيكم مثال، يعني لو ابغى اتعلم كيف اخلي شخصيتي تقفز باكتب في يوتيوب، اروح لليوتيوب واكتب يونيتي 2D game how to jump مثلا، how to make my character jump، واشوف الشيء اللي احتاجه. ف بصفة عامة لما تبدأ في التعلم يفضل أنك تبدأ من الصفر، تسوي كوداتك بنفسك أو يعني تسوي الكودات البسيطة، بحيث أنه مستقبلا بعد ما تصير عندك خبرة في مجال تطوير الألعاب وفي البرمجة وقتها صح تقدر تستخدم كودات جاهزة، ولأنه عندك خبرة سابقة لأنه عندك معلومات سابقة عن كيفية استخدام الأكواد، الكودات الجاهزة هذه بيكون الغرض منها أنها تسرع لك الوقت، بدل ما انت تكتب الكودات بنفسك وانت عارف ايش اللي تحتاجه تاخذ كودات جاهزه وتكون فاهمها، يعني فاهم الكودات الجاهزه هذه وفاهم ايش البرمجه حقتها وايش هي تسوي وتعدل عليها بكيفك وقتها، لانه عندك العلم الكافي انك اللي تسمح لك انك تستخدمها. بالنسبه للغه الذي نستعملها عبر يونيتي هي سي شارب ولا ممكن نستعمل عده لغات؟ السي شارب والسي شارب اللغة الرئيسية اللي يستخدمها يونيتي، ممكن تستعمل بعض اللغات الثانية لأغراض معينة، أو زي مثلا لو عندك ملف عندك داتابيس أو
ايش سموه بالعربي، قواعد بيانات في الانترنت، ممكن وقتها تستعمل لغات برمجة ثانية زي جافا أو جافا سكريبت. على حسب علمي أنه نعم، سي شارب ليست اللغة الوحيدة اللي ممكن تستخدمها اليونيتي، لكنها أكثر لغة معروفة وأكثر لغة يعني تسمح لك أنك تسوي أشياء جدا كثيرة في المحرك، هي اللغة الرئيسية اليونيتي يعني. بس أنا شخصيا لأني ما جربت لغات ثانية غير السي شارب ليونيتي فما عندي خلفية يعني كثيرة. طبعا زي ما لاحظتوا نحن فقط في خلال ساعة يا دوب شرحنا موضوع الـ movement من اليمين لليسار، ف يعني تطوير الألعاب يأخذ فترة جدا طويلة ويبغى له طول بال وصبر، وواحد يعني فعليا يبغى انه يتعلم، يبغى انه يكمل في المجال هذا ويكون يستمتع فيه طبعا يعني، لانه اذا ما انت مستمتع بالشيء هذا يعني ايش الفائده؟ في ناس يحطوا في بالهم انه انا بس بتعلم اني اسوي العاب بس عشان اطلع فلوس منها، ممكن، ولكن نحن كمسلمين لازم نطلع منها يعني بفائده، نتعلمها بشكل صادق. أستاذ إيش القناة التي تنصحني نتابعها في اليوتيوب عشان نتعلم؟ القنوات المشهورة المعروفة لتعلم يونيتي هي في قناة بركيز، هو تقريبا قناتين اللي أنا شبه اعتمدت عليهم، بأحط اسمائهم في الشات. في قناة بركيز هذا اللي عندهم وقت ويحبوا أنهم يدخلوا في العميق يعني، لأنه فيديوهاته تعتبر طويلة إلى حد ما. وفي بلاك ثورن برود، هذه أكثر قناة أنا شخصيا اعتمدت عليها، لأنه زي ما ذكرت في السابق أنا من النوع اللي أحب لما أبغى أسوي شيء معين في يونيتي أبحث عنه تحديدا، لو أبغى أتعلم كيف أنط تحديدا أو أبغى أتعلم كيف أني أسوي ميزة معينة، بلاك ثورن برود يسوي فيديوهات قصيرة نسبيا للشيء اللي أنا أحتاجه مقارنة ببركز، لأن فيديوهات بركز تكون طويلة لكنها أعمق إلى حد ما على حسب علمي طبعا يعني، لأن أنا مو من النوع اللي أحب أتفرج على الفيديوهات اللي تكون طويلة جدا. بس بالنسبة للمصادر العربية بشارككم في الجروب بعدين مصادر عربية لقنوات يعني تشرح عن تطوير يونيتي. هل ممكن نشوف عمالك، لعبة التخرج تبعك أو اللي سويتها أخيرا في الهاكاثون؟ تمام، ممكن أنشر الفيديو للعبة اللي سويتها لمشروع التخرج. طيب بأخذ آخر سؤال بما أنه وصلنا لنهاية الدورة، إذا في أنا تفضل. الألعاب فيهن دائما مابس، فكيف نصنعهن؟ مابس قصدك environment أو بيئة زي ما بلدي نلعبها فيها؟ أيوة نفس قصدك، البيئة اللي تمشي فيها. أيوة. من أشجار، من بيوت، من شوارع إلى نعم. صح؟ نعم. بكل بساطة لو كانت 2D بترسمها 2D زي البلاتفورم هذا مثلا، وترسم الخلفيات برضو. لو كانت 3D بتسوي 3D modeling للبيئة. بس من أي موقع ممكن نلقاها أبسط تنصحنا؟ لو تحتاج أسس جاهزة ممكن تروح على يونيتي، وللي ما يعرف ممكن مثلا أوريكم دحين يونيتي. أستاذ هل ممكن نعتمد على أسس ستور يونيتي نأخذ منه أشياء؟ أيوة هذا اللي دحين أبغى أوريه، اللي هو مثلا لو افترضنا أنه بدور على صوتيات،
ساوندز وأتمنى أنها تكون مجانية. في عندك فلتر تحت على اليمين هنا يسمح لك أنك تحدد بالضبط أنت إيش اللي تحتاجه، مثلا تبغى 2D، تبغى يكون أوديو فقط الأسيتس أو الملفات اللي تكون للصوت فقط، وتحت هنا تخليها Free Assets، يعني تتأكد أنه تسوي تشيك على هذا عشان يجيك الخيارات المجانية اللي ممكن تنزلها وتستخدمها بشكل مجاني. فهذا اللي أنت تحتاجه Free Assets، تضغط على Free Assets وتبحث. طيب هنا نكون وصلنا لنهاية الدورة، جزاكم الله خير على الحضور، وزي ما قلنا الدورة لها تكملة وبتكون ساعتين في اليوم، يوم في السبت والأحد لمدة شهر كامل، وبننشر التفاصيل في الجروب إن شاء الله. وخلال الدورة هذه بنتعلم الأنيميشن، بنتعلم يعني أشياء أدفانس لحركة اللاعب، بنتعلم تفاصيل أكثر، وممكن أعرض لكم لعبة مشروع تخرجي عشان تكون عندكم فكرة عن الأشياء اللي نحن مقبلين عليها. جزاكم الله خير على الحضور، وإن شاء الله نشوفكم في محاضرات أو دورات مستقبلية أو تكملة الدورة هذه. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شكرا أستاذ شيخان. يعطيك العافية شيخان.